عن أي شباب نتكلم؟ المقصود بسؤال هنا عندي هو تلك الفئة العمرية إذا صح التعبير من السكان الذين هم في الغالب في مستوى سن الرشد المحدد قانونيا 18 سنة، أي القادرين أيضا على العمل بالأهلية اللازمة. طبعا الحال إذا ما كانوش مرضى أو مصابين بأي شيء آخر، قلت القادرين على العمل بالأهلية اللازمة، أو أنهم أيضا منصوروش داك الشيء على في علاقة بالثقافة والكتابة الآخرة، أو أنهم يتابعون دراستهم على أعتاب الدخول إلى الجامعات، أو هم من الشباب الذي لم يتمكن أيضا من متابعة الدراسة فأصبح عرضة لأي شيء وللبطالة بشكل خاص، أو يمتهن مهنا دون مستوى طموحاته أو مرتبطة بالتكوين المهني الذي قد يكون تلقاه. علاش نقول هذه القضية؟ لأنه كنظن في 73 مرة كنت في دار النشر المغربية بالدار البيضاء التابعة يومئذ لحزب الاتحاد الاشتراكي، ويمكن ما زالت. فبالمناسبة كان مديرها هو الأستاذ عبد الغفار العاقل الذي لا يعرف كثيرا، وكان مديرا قد حدد وقدر وقرر أن ينشر مجموعة من الكتب الأدبية والدواوين الشعرية لبعض الشعراء المغاربة المكرسين في ذلك الوقت، وعلى رأسهم سيدي عبد الكريم الطبال ومحمد الميموني والشاعر الذي كان في بداية حياته الشعرية والأدبية أحمد بن ميمون إلى آخره، وكان عنده مشروع طويل. ومن جملة من تعرفت عليهم في ذلك اللقاء شخص كان يبيع الفحم، وأصدرت له دار النشر المغربية أول رواية له، كانت ما تذكرش سميتها ولكن على غلاف الرواية محمد الحسيني بائع الفحم الحجري. وكان أيامها كان شاب، يعني مش بالضرورة خص يكون واحد في الجامعة وكذا إلى آخره. ثم طبعا السي الحسيني طوار ولا صحفي وخدم في الميثاق وخرج يمكن شي 5 الروايات وكذا إلى آخره، لعله توفي عليه الرحمة قبل سنتين. إيه لعله توفي عليه الرحمة. هذه غير جبتها هذه مناسبة. فقلت إذا يمكن يكون شي حاجة أيضا تكون مهني وغيره. ثم إنني أتكلم قصدا في هذا الإطار الواسع عن فئة من الشباب المبدع أو الذي يتمتع بهذه الملكة المكتسبة أو التلقائية في تكوينه ووجوده الخاص في جميع مجالات الإبداع التي قد يكون اختارها لممارسة إما الهواية أو لتنفيذ اختيار من الاختيارات التي استقر عليها، أو في مجال الصناعات والحرف اليدوية أو الميكانيكية والاختراعية وما إلى ذلك. ولا بد من الاعتراف بأن صفة الإبداع صفة شخصية ترتبط بمؤهلات الفرد وطبيعة تكوينه، وقد تكون أيضا آتية من مؤثرات ذات طبيعة جينولوجية الأصل والنسب إلى آخره بعيدة أو قريبة. والمفهوم أن هذه الفئة من الشباب المبدع لا تكون بسبب طبيعة العمر الزمني والعقلي إلا في بداية المسار الأدبي أو المهني أو الإبداعي نفسه، لا تتمتع في غالب الأحيان على ما أفهم بأي عمل قار أو دخل منتظم، وربما لا تتوفر على ما قد يحررها من آثار العلاقات العائلية أو الزبونية أو الخيرية. أضيف إلى ذلك أنها قد تتميز بصرف النظر عن العمل الذي يمكن لها أن تقوم به بمختلف أنواع الطموح الذي يزين لها اختيارا من اختيارات لا يمكن تحقيقه إلا بتوفر الإمكانيات المساعدة على ذلك، أو وجود مبررة كافية للتغلب على بعض المثبطات التي يمكن أن تعترضها. وإذا ما ربطنا فئة الشباب المبدع بالمجال الأدبي حصرا، فإننا نتكلم في الحقيقة عن شباب المنتظم في غالب الأحيان في إطار تعليمي، أي أنه يتابع دراسته الثانوية أو العليا أو لا يتابعها، في مستوى يسمح له
إذا ما توفرت له الثقافة المتحصلة من التعليم والمطالعات المختلفة وربما أيضا الموهبة، إذا ما توفرت له الثقافة المتحصلة من التعليم والمطالعات المختلفة والموهبة بإنتاج محاولات ذات طابع أدبي أو علمي أو فني باختيار الجنس الذي يفضله على غيره، ويمكن أن يكون هذا الاختيار تلقائيا ارتقى إلى علمه ومارس فيه تجربته بفعل عوامل لا تدرك عادة بسهولة، يمكن تأثير عائلي، يمكن أيضا علاقة عامة، يمكن نماذج التأثير المختلفة كما هو الحال في وقتنا الراهن من خلال التكنولوجيا في العالم الرقمي. ويمكن القول إن هذه الفئة من الشباب المبدع في مجال الأدب وخصوصا ما غالبا ما ترتبط بمجتمع الثقافة ثقافتي وسياقها، فضلا عن التأقلم السريع، هذا هو المظاهر ديالها، مع النماذج المعروضة للإنتاج وللنشر ولتحقيق قدر من الشهرة والاعتراف اللذين غالبا ما يتبعانها. ومن هنا يأتي دور المؤسسة في الدعم، أي كلما وجدت مؤسسات تهدف إلى المصلحة العامة والنهوض بقطاع من القطاعات المجتمعية فيصبح لها بحكم الاختصاص ما قد يساعدها على تطوير مهارة ما أو حرفة ما أو صنعة ما، والكتابة كما نعلم صناعة، إلا وارتبطت به، وربما هذا هو حال هذه المؤسسة العتيدة التي نجتمع فيها، إلا وارتبطت به وفرضت فيه شروط الاستحقاق والتميز أو أولته عناية خاصة تفلح في بعثه أو تطويره أو التغلب على عقبته. ولا تقوم المؤسسة أو الجمعية ذات النفع العام بصورة تقوم بذلك بصورة تلقائية واعتباطية، بل منظمة ومدروسة يحدوها في ذلك توجيه تعمل على هدي منه. ولهذا يمكن القول إن على الجمعية أو المؤسسة أن تتوفر لها مجموعة من الشروط، أنا قررت مثالي، مجموعة من الشروط النابعة من طبيعتها، أي أن تهدف بحسب التعريف المتداول كما قلت سابقا إلى تحقيق مصلحة عامة، وهذا شرط بين قوسين قانوني، أن تؤسس طبقا لإحكام ظاهرة ديال الحريات العامة، وهذه مسألة أساسية وواردة، وأن يكون تسيير الجمعية وفقا لإحكام النظام الأساسي الذي تحدده باش تكون منظمة، وأن تتوفر على قواعد تنظيمية تكفل لأعضائها المشاركة في التسيير والإدارة، هذا نوع من الديمقراطية الداخلية، وأن تتوفر لها الموارد المالية وهي مسألة أساسية وجوهرية التي تمكنها من إنجاز المهام التي ترسمها وفقا للمصلحة العامة، ثم وأن تلتزم بتقديم المعلومات والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها كذلك في النصوص التشريعية والتنظيمية. أما ما يتبع ذلك فلا يكون إلا طبعا الإجراءات الإدارية المعمول بها، تقديم الطلب للسلطات المحلية ويعني ومرفوق ببعض الوثائق. وكل ذلك هذا الشيء اللي ذكرناه لأن المشرع رأى أن المؤسسة ذات النفع العام تعتبر قوة دافعة للتغيير الاجتماعي، هذا في التصريح المبدئي، تعتبر قوة دافعة للتغيير الاجتماعي ومجال نشاطها قد يكون واسعا جدا بحسب الاختيارات التي تحددها لعملها، يمكن تمشي من البيئة للصحة التعليم الثقافة والأمثلة البارزة على الصعيد الدولي مثلا هو اليونيسيف، هو أطباء بلا حدود، هو غرين بيس، كاين واحد عدد ديال وفي المغرب طبعا كثير من المؤسسات، وإن كان مؤسسة ذات النفع العام حسب سميتو هذا ديال الحكومة الأمين العام للحكومة قليلة نسبيا، الاعتبارات كثيرة، يمكن في مرحلة كانت اعتبارات مانعة، وأذكر بالمناسبة أننا في تلك الأيام كنت نائما لرئيس اتحاد كتاب المغرب أستاذ محمد الأشعري، وتهيأنا لطلب المنفعة العامة، فلم يكن الأمر يسيرا ولا سهلا ولا يعني ممكنا بالسهولة التي تصورناها في البداية، ثم
لم يعد كذلك حتى بعد أن حصل اتحاد كتاب المغرب على الجمعية، لأن تفعيل تلك المنفعة العمومية تحتاج إلى علاقات وارتباطات وبرامج وإلى آخره، وكل ذلك في تلك المرحلة على الأقل، وأظن أنه ما زال إلى يوم الناس هذا يرتبط بزبونية معينة. فقال هذا الأمين عام الحكومة أنه الجمعيات في المغرب بشكل عام تلقت حوالي 330 مليون ديال الدرهم، ولكن الجمعيات الأساسية ذات النفع العام ما خدت منها، ما عددها 30 فقط هي التي استفادت من هذا التمويل الأجنبي العام، 30 فقط من جمعية، ويمكن غادي يكون داك شيء محدود، أنا ما عنديش أرقام على كل حال، ولكن يمكن يكون محدود. وخلاصة أو خلاصات كل هذا ما ذكرته لكم يمكن إجمالها، خلاصاته يمكن إجمالها في اثنين. الأولى أن المؤسسة أو الجمعية كلما بنيت على اختيارات خاصة، وهذه الكلمة خاصة لا تعجبني كثيرا، كلما بنيت على اختيارات خاصة إيديولوجية أو سياسية إلا وكانت منخرطة في الفعل الاجتماعي فتتأثر بما في المجتمع نفسه من صراعات وتطورات، أو تتبنى مواقف وتصورات. وكلما كانت اختيارات المؤسسة ديمقراطية ولا تستهدف الربح بالفعل، كلما كانت كما دلت على ذلك الكثير من تجارب دافعة تطورية نافعة وداعمة أيضا. وأنا أميل إلى هذا الخصوص ماشي الخاص. أما الخلاصة الثانية فتفيد أن الشباب المبدع في حاجة إلى رعاية واهتمام وتقدير وتشجيع ودعم في جميع المجالات، وبصورة خاصة في المجال الذي يعنينا الآن لا هو الأدب والكتابة والإبداع. ولكن ذلك لا يمكن أن يكون فعليا ومقبولا إلا إذا كانت الجهة الداعمة على وعي تام وواضح ومعلن بأن القيام بذلك يخدم بصورة واضحة مصلحة التطور المجتمعي من منظور إصلاحي يساهم في النهوض بمقدرات الأفراد وتشجيع مبادراتهم ودعم إنتاجاتهم المختلفة في سبيل التقدم والرقي. وشكرا لكم.